يو ياو يو ياو ياو <applause> ياو اهلا وسهلا بالجميع مرحبا بالجميع شبان في فيديو جديد وعميق كذلك في هذا الفيديو هذا كنت نصور البارح صراحه كنت الفيديو البارح وبديت بالمقدمه بكل شيء ولكن اطرى واحد البلان وما 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 كملتش التسجيل ما عرفتش واش داتني السوسي هنا ولا ما فهمتش <applause> anyway anyway نتمنى تكونوا بخير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا ف2 و3 اغلب الناس مريحين في الدار ذكرى المولد النبوي مزيان اعطي الناس جوج ديال جوج ديال الايام زايدين الناس اللي كيقراو يريحوا الناس اللي كيخدموا يريحوا أولًا اللي ما بغاش يريح شي غالبا تيزيدوا فلوس ولا تيعطيو ايام اخرى ديال العطل الى اخره ففي هذا الفيديو هذا ما ما على الاطلاق ولكن كي بغيت نقول لكم بغيت نكون غير داوي خاوي بغيت ندوي على واحد الموضوع اللي هو اللي بديتو البارح واللي هو عنده علاقه وطيده بواحد الشيء اللي سميته احسن خاتم ارتباط بواحد الشيء عظيم تسمي بحال هكا هذا الفيديو هذا احسن خاتم ارتباط مع واحد الشيء عظيم يا سلام ما مع واحد الشخص عظيم ولكن مع واحد الشيء عظيم فشنو هما خواتم الارتباط هما لي زاليونس لي زاليونس لا دامور ولا لا باغ دو ولا شي حاجه ولا فرونسي سي كاكو تيقولوا خاتم الزواج ولا خاتم خطوبة ولا خاتم الحب ولا سمي كي بغيتي المهم خاتم تيختم شي تيجي جوج الناس تيميلونجيهم ولا جوج الاشياء كيميلونجيهم بين قوسين اوكي okay. سيمبوليكلي بشكل رمزي بمعنى واحد الشخص ولا واحد الانسان كيلبس واحد الكادجي معين ما معنى كادجي هو واحد الاكسسوار كيلبسوه واحد البلاصه في الجسم ديالهم اللي هو غالبا الاصابع ديالهم باش كيبينوا بانه راهم مرتبطين راهم ملتزمين راهم ما مع واحد الشيء ولا واحد الشخص كاين اللي كاع كيمشي كينوض كاع الحب ديالو للشخص الاخر كيدير تطواج خاتم كيولي تطواج بانه زعما راه خاتم راه مرتبط لان داك الشخص مثلا راه متزوج ما يضرش به البنات ما يضرش به النساء او ديك المراه راه متزوجه ما يضرش بهم الرجال ما يضرش به الرجال ما يضرش به الاولاد هادشي كنقولو في لا تيوري هادشي نظريا ماشي تطبيقيا هادشي نظريا بين قوسين اليوم بغيت ندوي ماشي على داك الخاتم اولا داك الكادجي اولا داك الاكسسوار اللي كيربطنا مع ناس كنحبوهم ولكن هاد الشيء هاد الكادجي اللي غندوي عليه هاد الخاتم اللي غندوي عليه اليوم ما كيتلبش في الاصابع وانما كيتلبس هكا سوار هو سوار سي براسلي سوار الاصاوير من انواع الحلي اللي كانوا يلبسوها الناس عبر, عبر الاف السنين من عهد الفارعين وكاع قبل كانوا الناس تعلموا يلبسوا دي براسلي ولكن هذا البراسلي هذا كيربطك مع واحد الشيء اللي حبو ولا كرهو هو لك في حياتك داخل لك في حياتك ما عندك مدّي ما عندك دابا حنا هذا الفيديو كتشوفوه جوج ابعاد طول العرض لان عندكم في الشاشه حاليا انا إذا درت بحال هكا ما هاد اليد هادي تخرج من عندكم يعني نتوما كتشوفوني جوج ديال الابعاد ولكن انا في هذه الغرفه أنا في ثلاثه الابعاد انا غير في نقدر نصمك وجهي دابا نصمك كاين الا كنت في الا كنت في الابعاد نقدر نصمك وجهي غير هكا لاحظتوا كيفاه المهم انا تعمقت في هادشي بلا ما تقول عليا عميق ولا مبسطي العلوم ولا شي حاجه انا فقط كنخدم مخي ولكن نقول لكم واحد الحاجه حسب نظريه اينشتاين واللي هي اصليه ملي كتسمعوا نظريه علميه غير قابله للنقاش واخا تسمى هي نظريه فاينشتاين قال لنا no. زائد من الطول العرض والارتفاع كاين واحد البعد رابع سميتو الزمان ها آه. يعني انا كيما بغيت ندير الزمان داخل ليا في... في كاري <applause> هذا المصطلح هذا دخل في كرورنا كاملين حنا كبشر ما يمكنش دير شي حاجه بلا زمن ما يمكنش ما يمكن ما كيقيلكش دابا انا بغيت الزمن ما يطبقش عليا واحد الوقت ما يمكنش حتى اذا متي الزمن مطبق عليك حتى قبل ما تزاد الزمن كان مطبق عليك ملي كنتي في الخصيه الاب ديالك كان ممكن مثلا الاب ديالك لما ما الجنس جنس مع الام ديالك كنتي ممكن تبدل لان الحيوانات المنويه جو بونس كياخذوا واحد الفتره معينه وكيتبدلوا يعني حتى الزمن قبل ما تزاد هو داخل معك مشكله هاد فاحسن احسن شيء الا بغيتي هاد الشيء هذا مي مي, مي عليك لانه عظيم بزاف صراحه بعض الناس يقولوا لي لا لا تقدس الزمن الله هو اللي عظيم لا ما كندخلوش حيد عليا التقديس ولكن شيء اللي ما يمكنش ضروري في حياة تاع الانسان اللي هو الزمن بغيتي ترتبط فيه فريمون تتشري ما كان ولا تلبسها ها آه. دابا هادشي كامل كان ممكن نقول لكم فقط لما مهمه ونسد على مختصر بخمسة دقائق. واحد الاخ قال لي اختصر لنا الفيديو في خمسة دقائق شوف حتى شي واحد ما بزز عليك تبقى تفرج فيا حتى شي واحد واش انا حطيت لك السيف على عقوق قلت تفرج فيا نو no. نتا بالمحض الاراده ديالك ممكن بالمحض الاراده ديالك تحبس المشاهده ديال الفيديو بقرق السلام هادشي اللي نقول دابا ندوي في المعقول ندوي في المعقول دائما كان كيعجبني نلبس الساعة ماشي باش نبان اطلاقا ماشي باش نبان ولكن فقط باش نعرف واحد الحاجة اللي هي ميمينتو موري والله اخوتي انا ماشي نكذبش عليكم ولا خواتاتي يعني بدا العنصر الناسي اللي كيشوف لي تانا في الفيديوهات لكن كنكذبش عليكم اللي كنقول لكم هذا الشيء راه ماشي كنحاول ندير فيها مع عميق على الاطلاق وكي كنقول لكم ميمين طموري ميمين طموري يعني تفكر واحد النهار تموت هادشي اللي تيحيرني انا الانسان مو ممكن انه يعيش كينسى انه يموت واحد النهار واخا تقول لي لا راه كيمشي قدي قدي الله شوف واحد الوقت غتنتهضى بان فايمون ديك ديك تاع دي اننا غنموت واحد النهار ولكن هذا الشيء ما كيحل غالبا ما توقعش سرعه لبقى. يعني ماشي انا غنكون هكا في البيت مثلا حتى بعد يسخف ليا السقف وغنطيح ونموت ممكن ممكن بعد ولكن في تطبيقيا يعني غالبا الناس كي حتى كيكبروا في الله وشي يوم شي خوخه عاد تيموتوا باسباب طبيعيه كتسمى ناتشورال كوزز اسباب اسباب طبيعيه هذاك الشيء اللي بغيت نقول لكم انا هو ان كم ملي كتبقى مربوط مع الوقت غير في شكل راه كنحس براسي انايا ملي كنلبس مكان راه ماشي باش نبان فيها ولا غير فقط باش نعرف الساعه بحال الناس تقدر تقول عليا متوحد ولا كنتخيل شي حوايج ولكن انا ملي كنلبس المكانه كنحس بحال بحال شي لا كاطريام ديمونسيون بحال الزمن شادني من يدي بحال انا ماشي بوحدي انا انا ككائن نتوما كبشر وسائر الكائنات غير مربوطين بالوقت ما عرفتش كيفاش ندير نصح عليكم يعني فريمون مربوطين بالوقت ف فهنا المجال شنو كدير لك هي كتخليك ما تطيحش فواحد الايلوزيون سميتها تايم بيرسيبشن حنا كبشر عندنا واحد الحاسه اللي هي غير مضبوطه ولكن هي حاسه احساس اوكي عندنا اللي هي توقع الوقت تايم بيرسبشن مثلا انا ما عندي لا مكان لا والو دخلت لواحد البلاصه وخرجت منها وديك البلاصه ما كانش فيها الضو ما كانش فيها بزاف الاشياء نقدر ندخل ونخرج من ديك البلاصه هذيك حتى ريحت قهوة ولا شي حاجة وخرجت وديك البلاصة ما كانش فيها يعني شي مؤشرات بزاف تاع الوقت بحال مثلا دخلت في بقى النهار باقي النهار كاين وما كانش شي ساعة على الحيط وما سولت حتى شي واحد على الساعة ولا حتى شي حاجة نقدر نقول ريحت في القهوة ما بين جو سوايع نقد نجيبها لاصقة راني ريحت جو سوايع نقد ما نكون جبتها لاصقة ولكن جبتها لاصقة قربت ساعة ونص بحال هكا يعني منين جبت انا ديك كت... انني دخلت وخرجت جوج سوايع منين جبت هذاك التخمين هذاك منين جبت هذاك الكاس ما هذيك اعتمدت على واحد الحاسة اللي هي غير مضبوطة للانسان وهي ايلوزيون ممكن انه تلعب فيها اللي هي تايم بيرسيپشن الاحساس بالوقت الاحساس بالوقت ماشي هو الوقت اوكي فداك الشيء علاش كنسمعوا بزاف المرات هذا المثال تاع اللي كنحبوا شي حاجه ولا كنكونوا مع واحد الشخص عزيز علينا دغيا الوقت كيدوز ملي ما كنكونوش واحد الحاجه يعني الوقت كيدوز بطيء ولكن انا كنقول لك الا بغيتي تمنع هذا كاع كامل شوف ساعة شوف ساعة وانت كتقضي واحد الغرض معين وما عليكم انا ماشي كنحاول لا نسوق لكم فكره تاع شي الساعات ولا اي شيء انت حر انت حره ديروا اللي بغيتو في حياتكم ولكن انا كنلاحظ حسب الشخصيه ديالي ملي كنكون لابس ساعه كنكون مضبوط بحال بحال عندي لا ديسيبلين كتزاد لي شويه كنولي نعرف نقسم وقتي انا بعدا ما تنقسمش وقتي باش نقول لكم في في الحياه ديالي الواقعيه ما عمرني شي نهار قلت مثلا وقتي كامل غيدوز يدوز لواحد الشيء معين مثلا ملي كنفيق الصباح كنقول نعطي ساعتين للفطور ساعتين نخرج فيها ساعتين نمشي مثلا مع فين. ساعتين ما كنقدش ندير هادشي ماشي كاع كامل ولكن الا ما كنتش كاع لابس ما كان ما في الوقت ما كنشوفش كاع حتى في الساعه نقد ما ندير والو بقا النهار كامل وانا شادي التليفون تندير غير ولي ولي لحسن الحظ اوكي الحمد لله اللي حسن الحظ حيدتها مني اطلاقا كان كنعرف شي ناس كيدوزو نهار كامل كيديروا حتى حاجه في التليفون غير سكرول 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 سكرول, سكرول, سكرول كيبقاو يشوفوا في التليفون قاسم ضيع السد السواع سبع السواع في الفيسبوك كيتفرج على ميمز كيبارطاجي ميمز سبع السوايع ما دا والو ما دار حتى شي انجاز حتى شي هكا كيدوز له هكا كيدوز ال... الفراغ ديالو ما دار رياضه ما دار حتى شي حاجه والو حتى شي حاجه مفيده كيقول مخي صافي مشى يعني النهار داز كيفاش داز ما عرفتش كيفاش النهار داز بعض المصطلح اذا كان عندك هذا المشكل تاع معك ما كتعرفش النهار كيفاش كيدوز ما كتعرفش نهارك كيفاش كيدوز لانك ما كتشوفش المكانه غنشرح لكم عندي الدليل القاطع على هذه المساله دي. جوج ديال البلايص اللي هما لي كازينو ولي كافي لاحظوا معايا لي كازينو ولي كافي كازينو دخل ليها اما كتدخل لكازينو دخل لكازينو ما قلتش انا تقمر هو كندخل لكازينو وشوف غتلاحظ واحد وغالبا انت لي بار واخا ما عمرني دخلت انا لكازينو بار في حياتي ولكن عارف هاد الاشياء هادو البار حتى هو نوع من انواع لي كافي يعني واحد البلاصه كتعطى فيها مشروبات وكتريح فيها مع الناس ولا بوحدك مع الناس لانهم بعاد عليك المهم انيوي فغتلاحظ <applause> anyway. بان هاد الاماكن هادو ما فيهمش كاميرا ما, مفي... ما لي كاميرا في هاد الام شي لي كاميرا ما كينيش الساعات الحائطيه ما الساعات الحائطيه علاش باش يخليو الكليان جالس اطول فتره ممكنه ومليك كيجلس اطول فتره ممكنه كي يا اما إذا كان في الكازينو غير كي حيتاش كيجيه الملل لانه بقى غير مريح ما كيدير والو كيزيد يلعب كيزيد الفرصه تاع انه يخسر الفلوس في الكازينو وهادشي اللي بغاو صحاب الكازينو داكشي باش حيد ليه المكانة من الحيط وكذلك إذا كان في القهوه يقد يبقى مريح بزاف ويقد يبقى يدير دي كونسوماسيون زايدين اولا فقط غير حيتاش هو بقى مريح بزاف هادشي كيخلق ليه واحد النوع تاع الادمان تاع القهوه هادشي اللي كيخلي بنادم كيبقى يمشي يوميا للقهوه ويوميا هو هو عاطل على العمل ما لاقي ما يدير وعوض ما يمشي يقلب له على شي خدمه ولا يقلب له على شي جريا يدير منها الفلوس لا تولي مدمن انه يبقى جالس النهار كامل في القهوه ها وكذلك البار نفس الشيء ما حدك انت في البار ما حد كتسكر وما حد كيتزها وما حد كيطلب المزيد من من القارورات المزيد من العبوات لي كانيط ولا جو سي من المشروبات وحتى الا ما طلبتيش بزاف من المشروبات ان سوفي غير تبقى جالس في البار بزاف باش تعود مخك انك تبقى تريح فيه لساعات طوال يوميا آه، حتى الا ما تضربوش معاك لي كونسوماسيون زايدين في داك النهار نيت كيمرنوك انك تبقى تجي وداوم وتبقى مريح ساعات طويله وكتقول ما عرفتش الوقت كي داز وانت كيعجبك الحال لانك باغي غير تضيع وقتك ولكن حذري هاد القضيه تاع ما عرفتش الوقت كي داز أه زوينه وخايبه وهادشي علاش كيسميو مثلا الالعاب ولا شي كيسميوها القصاره علاش كيسميوها القصاره في نظركم لانها كتقصر الوقت نان كيقول كتقصر ما معنى كنقصر معنى كنقصر الوقت الوقت كيولي قصير بس المفهوم هذا ما ما عرفتوا هذه القضيه ربما بعض منكم ما ما عرف هذه القضيه الى اول مره عرفتوها ديروا لايك ها هذا ف يعني بحال هكا المفهوم هذا تاع تاع القصار يعني يعني قصر وقتك مني, كن... مني تكون انت باغي تقصر وقتك بمعنى بي في الاشياء اللي كتقصر فيهم وقتك انا كنت كنقصر وقتي يوميا كنلعب واحد اللعبه سميتها ليج اوف ليجندز ولكن اكتشفت سنين من بعد بانني قصرت وقتي بزاف لواحد السنين اللي ما كانش خصني نقصر واحد ثلاث سنين ربما لو فقط ما لعبتش في ديك اللعبه هذيك واخا انا ماشي نادم انا كنقول لك إن كنشرح لكم انا ما نادم على حتى شي حاجه درتها ولكن يا ريت في واحد ثلاث سنين ما قصرتش فيهم وقتي ما كنتش كنلعب من الصباح الى الليل في الفيديو جيمز باش انني كنت درت فيهم شي حاجه اخرى ايتها لعبه اخرى ايتها حاجه اخرى كون هي درت الرياضه كون راني دابا ولكن ماشي مشكل كون 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 مع غير كنقول حذاري يعني الاشياء اللي كتقصر فيهم وقتك واش نتا باغي تقصر وقتك ولا لا شي ولا شي حاجه كتجرك تقصر لك وقتك وهاد الشيء هذا الايليزيون كاع كامل والتلاعب كامل لا تاع القهوه لا تاع الكازينو لا تاع الفيديو جيمز لا تشي حاجه لكي كتخليك انك البروداكتيف ما والو نهار كامل وتا فيسبوك نفس الشيء حتى المواقع التواصل الاجتماعي مصممين ومبرمجين باش انهم يقصروا لك وقتك ما امكن يخليوك قدام شاشه الحاسوب ولا قدام شاشه التليفون نهار كامل ما كتعرفش وقتك فين داز كيسرقوا لك وقتك بهذا المفهوم كيسرقوا لك وقتك فانا كنقول لك الا بغيتي ما يتسرقش ليك وقتك خاصك واحد الانكور ما معنى انكور خاصك واحد اش كيسميوها بالعربيه الميرسات الميرسات خاصك ميرسات حيت دابا نتا دير بحال شي باطو والوقت دير بحال البحر الا كان الا كان شي حاجه ثقيله ضربات في ضربات في الجانب المغاير تاع تاع البحر درت زدان كتخلي واحد الامواج كبار في ال... في لو غيون تاع ديك الحاجه اللي تلحت في البحر وانت كالسفينه كتهرب من ديك البلاصه هذيك لان البحر كيديك كيبعدك من هذيك البلاصه اللي تلحت اللي كبيره ما تنقولوا حجره كبيره تلحت في البحر عرفتي غدير واحد غدير امواج من جميع من من دائريه غدير امواج دائريه إذا كنتي انت في البحر كسفينه انت دابا في هذه اللحظه هذه ولا انا سفينه غادي نبعدو غادي تخلق لي داك غنبعدو وهذا الشيء اللي بغانا داك الشخص اللي لاح الحجره بغانا نقربو ليه كيسرق لينا الوقت كيتحكم لينا في... حنا كسفينه كيتحكم لينا في الحركه ديال السفينه في هذاك البحر في حين مثلا مثلا هذا كمثال إذا كانت عندك شي ميرسات هي قويه جدا جوج ميرسات ثلاثة ديال لي ميرسات المهم يقدو مثلا يغرقو ليك الباطو جو سي ربما داك المثال اللي عطيتكم خايب ولكن بحال اللي قلتي ديك الباطو كتبتو من كان شي واحد كيمارس عليك شي شي الاعيب باش يسرق لك وقتك ما كتحركش نتايا علاش لانك عندك احساس بالوقت والشيء اللي كيخليك انك عندك احساس بالوقت هو المكانه سواء المكانة هادي سواء المكانة حائطية شريشة دائما انا شريت مكانة حائطية هذه الغرفة هادي كنت ضايع هاد الغرفة خمس سنين تقريبا وأنا ساكن هذه الغرفة من ألفين وأنا ونسكن في ساكن الغرفة ياك لاحظو معايا هاد المكانة شريتها في الفين وواحد وعشرين وتخيلو معايا قبل ألفين وواحد وعشرين مكنتش كنعرف نهاري كيفاش كيدوز أبر انني كنت كنقرا الحاجه الوحيده اللي كانت شاده لي الوقت هي انني كنمشي الحصة فلان فلانيه كنجي حصه فلان فلانيه كنجي جي لافاك الى اخره صافي لا افكر مثلا في عمل لا افكر كيفاش نجمع الفلوس لا شيء فقط غير فيديو جيمز والحب ديالي في الفيديو جيمز وباغي نخلق كان عندي حلم انني ندخل فلوس من فيديو جيمز ذاتس ولكن بغيت شريت هاد المكانة الحائطية لي نبغيكم تانتوما تشريوها دايرة شي مية درهم واللي هي سامبل كتكون ربما في الجامع كتكون في الجامع هاد النوع هادا شريتها من عند واحد اللحية لحية دي الإخواني ديك اللحية ملتزم زعما كيبيع المحلات ديال هادشي واش تا هاد المكانة عندو بغيت نشريها ميمكنش لأنني حسيت بهاد الغرفة بأنني ضايع ما فيهاش ما فيهاش مكانة ما فيهاش احساس بالوقت هاد الغرفة هادي واخا عندي مثلا سطح تيبين ليا الشمس تيبين ليا الليل عندي مكانة رقمية في البيسي ولكن ماشي بحال شي مكانة في البيسي ومكانة في التليفون او المهم كن كنأكد ليكم بانها ماشي بحال بنادم كيقول لي علاش نشري مكانة عندي عندي الساعة في التليفون ديالي شوف عندك الساعة في التليفون ديالك وعندك في التليفون ديالك واتساب وتيك توك وفيسبوك وريديت ومواقع التواصل والميساجات و... و يعني الارقام ديال الهواتف و و و و و يعني التليفون ديالك ماشي هو فيه غير الساعه وحسب صافي لا شي مرات كتبغي تكون تشوف غير الساعه كتبغي تشوف التليفون كتشوف غير الساعه كتلقاك ضيعتي ثلاثه السوايع وانت في فيسبوك كيفاش طرات ما نعرف صيفط ليا واحد الميساج طلعت ليا النوتيفيكاسيون جاوبت عليه عطاني ليا نتا واحد الميم دخلت له داك الميم درت له بارطاجي اللي له بارطاجي درت ليا لايك واحد البنت دخلت نشوف في هذيك البروفايل تاع البنت لقيتها زوينه اجوتيتها دوينه شويه شتي كيما <كتباريتها> كنت بغيت تشوفي الساعه <شتغيك> في حين الا بغيتي الا بغيتي تحيد عليك هاد المصائب الكحله كاملين هاد الصغير واحد واحد الشيء كيعطيك غرض واحد هو هذا اه ماشي نتمنى تشوفوا مزيان هكا نتوما ها شوية مش شوية هذه هي كبيرة حائطية وحدة وبسيطة ما فيهاش ما فيهاش زواق ما فيهاش بسيطة يعني بسيطة يعني كتعطيك الوقت وصافي من نهار شريتها كنقول لكم من نهار شريتها وليت كنعرف نهاري فين غادي ما عمرني قلت واو هاد الساعتين ما عرفتش كيفاش طارت ما عمرني قلتها وهي من أسب... واحدة من الاسباب خلاتني نقلع على الفيديو جيمز تاع طيب انني نبقى في النهار كامل وانا كنلعب الفيديو نقصر وقتي ما بقيتش نقصر وقتي وليت كنعرف الساعه كل ساعه فين غادا تقريبا ومني وليت كندير هذا كان الشيء وليت كنلقى راسي كنربح السوايع ما عرفتش كيفاش ندير لكم نقترح ها... عليكم هاد... نشرح لكم كيفاش هذا البلان البارح انا كنت غادي مسخر يا كل كنت غادي مسخر راجع للدار هذيك التسخيره اللي درت راه مشيت وشريت ودرس وكنشوف بان النهار كامل فطرت وطيبت الغداء انا طيبت الفطور طيبت الغداء طيبت كذا غسلت الموان درت واحد العمل معين وهذا كامل كنشوف يعني بنت لي هذا قلت راه هدي شي 8 ولا سبعة ونص ولا شي خمسة ونص نلقى هذا خمسة ونص يعني أنا في عقلي درت بزاف د الأشياء لدرجة كنحس بأن الوقت مشى كنشوف كنلقى باقي عندي الوقت باقي كاين شي وحدة من المميزات تاع أنك تعرف الوقت فين غادر والله بعض الناس تيتشكاو ليا في التعاليق بأنهم عندهم بروكراستينيشن Procrastination بمعنى عندهم تأجيل الأشياء ما نتعمق في هذا الموضوع بزاف لان ما قريتش فيه وما عمرني كنت شي واحد اللي هو مؤجل كبير كنت كنأجل فري كنت كنأجل بعض الاشياء وكما أجلش بزاف ولكن كنقول لكم واحد من الحلول اللي غيحيد عليكم مشكلة التسويف او التاجيل ولا, ولا تبقى تاجل شي كتبقى تقول اليوم نديرو الغد اللي ما نديروش ملي غدا الغدا كتقول لي النهار اللي من بعدو كنوصل بعده كتقول وانا ربما ما عندك ساعة حائطية ربما ما عندك ساعة حائطية كبيرة وبسيطة وفيها العقارب شو ما الافضل لك الساعة الحائطية تشريها بالعقارب ما تشغيهاش الكترونيك رجاء كنقول لكم هاد الاشياء تقولوا عليا حمق تقولوا عليا كنلعب غير كنقول تفلا هادشي راه ما كنتفلاش فيه هادشي راه بصح الساعه حائطيه بغيتي تشريها شي هاد العقارب ولا ما وتكون كبيره تكون كبيره هاد الساعه كبيره باش كتخليك في شو انا كندخل وكنخرج من البيت دائما ملي في ال... في ال... كندخل الغرفه ديالي وكنخرج منها ولا عندي ريفلكس ملي كنجر ملي كنجر البوانيه ديال الباب كنجر يعني المقبض تاع الباب و الغرفه كنهز راسي للمكان كنهز راسي للمكان كل مره كل مره غبت على الغرفه ودخلت دخلت ليها اول حاجه كنديرها كنهز راسي للمكان وبدون شعور على على واحد السنين من 2022 حتى لدابا وامتى تعرفت بانني ربيت هذا الريفلكس هو في النهار فين خسرت لي هذه المكانه كانت خصها حجره وكنت حيدتها كنت حيدتها من بلاصتها يعني بقت محطوطه عليا في واحد الطبله ما بقت معلقه في الحيط ولكن اكتشفت ملي كندخل هذه الغرفه كنشوف في الحيط اللي هو خاوي اللي كانت فيه المكانه كنهز راسي بلا ما ولا عندي ريفلكس هذاك الريفلكس هذاك الا ربيتي فيه ربيتي راسك عليه كون على يقين غتحيد غادي يكون هذاك من السبب الكبير اللي غادي يعاونك تنظم وقتك وانك تحيد التسويف ملي كنقول نظم وقتك راه ماشي تولي روبو ود استيك ان يور اس ما كل زعما مخشي فيك بريز بهذا المصطلح كيسميوه بال, بال كيسميو بالدارجه مخشي فيه بريز يعني طالع لي بريز مع ومبرمج مبرمج انا ما تنحمش نكون مبرمج وكيف في نفس الوقت ما يكون نكون حمار بمعنى حمار يعني النار كامل وانا منوم كحاضر السوشيال ميديا النار كامل انا ما كنقولش لك ولي منتج ولي ماشين نار كامل تقرق تقرق كل شيء عندك مضبوط وفي نفس الوقت ما والو ما نهار نهارك فين غادي كاع يعني ما تشد العصا من وسط ما تكونش عبو وفي نفس الوقت ما تكونش والو لا تعيش شيئا تشد غير من الوسط بغيتي تقضي دي غرض ديك الغرض غالبا تتقضي بالوقت مثلا انا كنت كنمشي مثلا للبحر انا كنت كندير هاد القضيه هادي وربما تقولوا لي فيها التوحد ولا شي حاجه نهار اللي ما تنفيقش فيها حتى في الصيف وانا كنقرر انا على كانتي امتىش نمشي للبحر نهار اللي غير كنتعطل ساعة وحده من هذاك من هذاك المشيه بانني مقرر نخرج كنقول خلي حتى لغد ليه ولكن ملي كنقول خلي لغد ليه فريمون خلي لغد ليه ديال بصح كندير عليها كروا كنماركيها يعني. لغد ليه غير كتوصل ديك الساعة معينة مثلا تسعة ولا العشرة كتلقاني صافي واجد نخرج كنكون مرتاح وداكشي يعني داكشي بالوقت هادشي الا بغيت نقول لا شي وهادشي كيحيد لنا واحد المسألة أخرى تاع أنك كتكون داير مع شي واحد على شي وتجيك وتيجيك مع معطل علاش تيجيك معطل لأنه غالبا غتلقاه في يدو راه المكان المكان. تيقولك لا راه عندي مكانة في تيليفون لا ما تيصدق ما تيجد شي موعد معين للاسف هادشي اللي اكتشفتو يعني و... وهاد المكان اللي شريت يعني مؤخرا غير شريتها هي الكترونيك الكترونيك لا بغيتي تشوفوها بلا شي حيده ماشي شويه هي الكترونيك بالنسبه ل... يعني الساعه علاش خاصها تكون عندك تكون عندك هي في يدك صافي ذات سيت ماشي زعما شي حاجه رجولية خاصة غير بالرجال ولا شي حاجة تكون في يد أي إنسان اللي هو عارف بأن هاد الوقت هذا ولا ولا كلشي فيه بالوقت هاد الزمان ولا كلشي فيه بالزمن وكذلك حنا كبشر راه تيك 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 راه الى الى جي تشوف عدد الكمية الهائلة تاع التفاعلات الكيميائية اللي كيوقعو لك في كل ثانية في الجسم ديالك راه مشكلة راه بزاف بزاف عدد الكريات الدم الحمراء اللي كتنتجو كل ثانية راه بزاف اصاحبي ما عدد الخلايا اللي كت... كطيحهم مثلا غير ملي كت ملي كت مثلا كتحك هاكا جبهتك راه كطيح خلايا بزاف اصاحبي كل ثانيه في كل ثانيه انت راك غير رأي مريح مربع يدك ولكن انت راك راح حت... تشوفك تفاعلات انت راه ما مع... عمر الوقت ما عمرك خارج من الوقت انت رأيك. مهما مهما ريحتي تقول انا ما كنعرفش نعرف فين دايز ومريح واليز انت راك اليز ولكن الوقت راه ماشي اليز عليك هادشي اللي بغيت نشرح كيفاش و نقول لكم واحد واحد الحاجه اللي هي زوينه زوينه بزاف خليتها حتى الاخر الناس اللي تابعوني حتى دقيقه 9 29 في دقيقه 29 لي هو ان اه الوقت كيتغير بتغير الكائن والوقت كيتغير بتغير الجاذبيه ديال دي الكوكب اللي انت عليه ها كيفاش سمعوني ما حد الكائن كيكون تقيل واحد الشيء اسميتو الميتابوليزم اوكي سيرو نقلبوا على ما معنى الميتابوليزم اذا كان الميتابوليزم ديالك سريع سريع تتعيش تقريبا قل ولكن كتشوف الوقت مغاير ما معنى معناه هذيك الحشره 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 دبانه مثلا دبانه شحال كتعيش دبانه ما كاملاش شهر ما كاملاش جو انا الاسئله من جوجل قلبي في جوجل شحال كتعيش الدبانة ربما تلت شهور نتا كتبقى تضحك على تلت شهور كتبقى تضحك عليها كتقول وات فاك حياة كاملة كدبانة كتقضيها في تلت شهور وكي غير الدبانة في تلت شهور كتزاد ميكرو... اولا كتكون ميكروسكوب شوية شوية كتولي دودة جو من هديك اليراقة كتولي دبانة صغيوتة وكتولي دبانة كبيرة وكتمارس الجنس وكتكاثر وكتبقى تاكل وكتموت في شهر واحد دابا تتخيلوا نتوما شهر راه كي كي ولكن بالنسبه لهذيك الدباله شهر راه ماشي كي والو شهر حياه شهر ديال الدب هادشي كنقول لكم الحمي بورش عليه بالنسبه للدباله شهر حياه نعطيكم مثال لقد شحال كيعيش عشر سنين كاع 18 عام ربما غينيز الارقام القياسيه اشرف قط اكثر قط ولا قطة شايفين كيعيشوا 18 عام واش كتعتقد بانهم كيعيشوا نص حياه ولا ولا دوك الحياه اللي كيعيشوا قصيره ياك بالنسبه لقصي لا لا هما ديك الحياه اللي كيعيشوا كافيه راه كيبان له بانه ملي ولا في عمر سبع سنين هذاك القط راه ولا شيرف بحال انت في عمرك عام يعني. تماما بدون تغيير تماما لانه كياكل كي ماكله قليله عليك وهو في الجسم ديالو صغيور عليك قد ما واحد الكائن كان صغيور قد ما الميتابوليزم ديالو كيكون سريع قد ما كيشوف كيشوف الاشياء بواحد السرعه مشي كيف ما كتشوفها انت بحال مثلا الدبانه الدبانه ملي كتبغي تضربها كتهرب منك اغلب الاحيان ماشي دائما لك سريعه تقدر تضربها كاين لك تي عادي فقط باغي تضربها كتهرب منك علاش هي كتهرب ماشي حيت هي سريعه لانها كتشوفك انت بطيء انت ثقيل هي راه ما كتشوفش دغيا هي راه كتشوف كيف كتشوف هي ولكن هي كتشوف دغيا بالنسبه لك مقارنة بيك انت لان الوقت مكيدوزش عندكم نفس الشيء 60 دقيقة اللي عندك في المكانة انت كدوز عليك ماشي هي اللي كدوز على الدبانة كدوز عليك كثر هو بس هي في 60 دقيقة الدبانة تقدر اشياء كثير منك لانها سريعة عليك وفي نفس الوقت ملي كتجي يعني بالنسبة لها هي راه بالنسبة لها هذيك هي ساعة هادشي ربما حياكم انا انصح دابا الشجرة مثلا الشجرة الشجرة ما كدير حتى حاجة داكشي باش بعض الاشجار كيبقاو حتى 300 عام وداكشي في علاش الشجرة فتعيش واحد المدة طويلة تقريبا لانها ما تدير والو ميتابوليزم تاعها تقيل هي هكاك مخلوقة لاحظتي كيفاش يعني بالنسبة لكم بالنسبه للانسان وبالنسبه داك الكائن الوقت كيدوش بنفسه راه كما قلت لكم كاين واحد أنواع تاع القرش كيعيشو جو بونس 360 عام قرش هذا قرش يعني سمكه سمكه كتعيش من ا آه. 360 عام ولا اكثر 360 عام دابا هذيك السمكه لو كان عندها العقل كانت غتشوف فينا بحال احنا كنضحكو مثلا على القط كيعيش تمن سنين ولا كي... القط كيعيش فقط مثلا ولا الكلب كيعيش فقط عشر سنين ولا شي حاجه وا عشر 10 سنين انت شنو هي 10 سنين راه عمر دري صغير ما عاش والو ولكن هو راه عاش حياه تخيل مثلا لو ان داك داك الشارك لو ان داك القرش كيفكر وقلنا له بان كاين واحد الكائنة سميتو الانسان هذاك الكائن الانسان ماكسيموم كيعيش 100 عام يبقى يضحك 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 علاش لانه هو مية عام يلا كيولي بالغ باش يمارس الجنس باش يتكاثر باش يمارس مية ميول... الكائن خصو مية عام باش يلا يولي مؤهل يتكاثر <applause> لو... كان هو عندو العقل اي علينا ك... كبشر يقول سبعين عام ما كدير والو كيفاش كتموت في مية عام انا مية عام باقي ما لاحظتي كيفاش اتس اميزينغ الوقت كيفاش طيح هادشي باش كنقول لكم دونت فاك اب ويت تايم اصاط ما وقتك لانك انت مكون من الوقت حنا كاملين مكونين من الوقت هادشي والله ما داخل بكم في ديك القضيه تاع سايف هاي ولا هادشي ماشي سايف هاي هادشي منطقي هادشي كامل اللي كنقولو علمي ومنطقي وحقيقي ما يعني انا كنشوف مهما مهما درت في الحياه الوقت ضايع مني مهما درت داكشي باش شي مرات كنستغرب كيقول لك ضيعت وقتي الناس اللي كيضيع وقته فريمون هو اللي كيتحكم بالسجن المؤبد بصراحه حسن اي تنك ثينك اباوت اللي كيتحكم بالسجن المؤبد انفرادي هو اللي مضيع وقته جو بونس انا ضيعت واحد الوقت ماشي مشكل ولكن تبقى فورسي انك تعيش وممنوع من الحريه و... الجبوز هذوك الناس اللي مؤبدوا اني anyway. هادشي كامل تيقول لكم غير جوج الاشياء تطبقوهم في حياتكم حياتكم تبدل زوينه بزاف تولي زوينه بزاف هي يعني انك تحط ساعه حائطيه اللي فيها العقارب في الحيط وتحط ساعه ربما رقميه ولا فيها العقارب هنا انا كنفضل الرقميه هنا احسن دابا بغيت نقول لكم على كيفاش ان الوقت كيتغير بالجاذبيه ديال الكوكب قدما واحد الكوكب كان كبير عنده الكتلة كبار من كبيرة بزاف قدما الجاذبية ديالو كتكبر بمعنى ما تقدش تنقص وترجع بخير داك الشيء كيجرك ولان هاد الكواكب فيهم جاذبية بزاف جو بونس مرات الكوكب ما كيبقاش فيه الارض بحال مثلا الزحل ولا ولا عطارد ولا دوك الكواكب اللي هما كبار بزاف هما كبار لواحد الدرجه ما تقدش تحط رجلك ما كاينش تحط ما كاين غازات داكشي ما تقدش تعيش فيه على الاطلاق والو ولكن الا جيتي تشوف 24 ساعه اللي كدوز في الارض راه تدوز في هذيك الكواكب التقل... لا لانه مو مكبر غلاض هادوك الكواكب غلاض لاحظتي كيفاش داكشي باش الوقت كيدوز فيهم بطيء جدا بطيء ابطا من الحصه ديال الماط ابطا من الحصه تقد تشوف في المكانه ديالك عوض أيوة ما تزيد دقيقه تهبط دقيقه ترجع دقيقه تخسر دقيقه اه ممكن جدا يعني الوقت كيدوز ثقيل بزاف على عكس على عكس شي مرات ملي ما كتكونش جاذبيه ولا كتكون شي كوكب شي جاذبيه اللي هي صغيرة بزاف الوقت يدوس دغيا ساعة وحدة لي في الأرض ستين دقيقة بالنسبة ليهم هما في ذاك الكوكب ثلاثة السوايع ولا اربعة ولا خمسة من ساعة وحدة ساعة وحدة أنا هادشي ماشي هادشي غش هتشي غش غش أنا تعطيني خمسة السوايع وكون درت فيها بزاف الأشياء أنا داكشي باش كاين واحد البارادوكس مازال مازال لأن غير أخلاقيا ما خصو هاد هي تاع اننا نشدو جوج تاع التوام وهذوك التوام واحد نخليه يكبر في الارض واحد نديو الفضاء يكبر ونشوفو واش هذاك اللي في الفضاء حيت الوقت كيدوز عنده دغيا منين نرجعو واش غيكون كبر من هذيك التوام الاولاني ممكن انا كنشوف ممكن ممكن هذاك هذاك الولد هذاك ولا البنت توام الا بقى الا بقى كيعيش كي مده طويله خارج الارض منين نردو غيولي شارف عليه ممكن ولكن هاد التسريب جو بونس ما عرفتش علاش مازال ما داوهاش الى يومنا ربما لانها غير اخلاقيه ولا ربما ما يقدش إن يعيش الانسان لسنوات طوال هكاك غير باش يضربوه فيه حشومه ما عرفتش كاين هاد الراي ديالي ربما الراي ديالي المهم خليو لي الراي ديالكم دي 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 هذا ونكون نتمنى نكون ما طولش بغيتي تزيد البروداكتيفيتي تاعك في الحياه غير ما ربما جو بونس هي اللي مانعك هي اللي ربما انسان ما تيديرش مكانات يقول لك لا راه عندي في التليفون وادي ديك ديال التليفون راه ماشي راه ماشي راه ماشي بحال هادشي اللي بغيت نشرح ونتمنى ما نكونش طولت عليكم حتى الى طولت عليكم ماشي مشكل 40 دقيقه 40 دقيقه 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 نبي ندير 40 دقيقه ما دوش الى هاد دو ريبلي لي دو ريبلي فوا جوج الفيديو تولي 20 دقيقه, 40 دقيقة. 40 دقيقة.